وصلت أسعار الخضر والفواكه في الارتفاع رغم مرور 3 أسابيع من شهر رمضان، فترة اعتبرها المستهلكون استثنائية لأنهم اعتادوا على تراجع الأسعار بعد الأسبوع الأول من رمضان إلى طبيعتها. كلش راه غالي والله، غير كلش كنصابو الدم تاعنا يشربو. كيجي العيد قال لك اللي يحب يربح، يلعب عام طويل ماشي غير في نهار العيد في نهار رمضان، يبيعونا كيما هما فين يبيعوا، على في رمضان كل زايد. ان شاء الله يهديهم ربي، راهم يمصونا الدم ديالنا. السوق هذا ما كانش كاع الرحمه فيه، هذا العام رمضان هذا في السواق هنا ما كانش الرحمه كاع. زادوا لهم بزاف كيما يحبوا، زادوا لهم بزاف بزاف، غير كيما كانت البطاطا 5000 اليوم راهي 7000. انا نروح للسوق يقول لك اللي يبيع تاع القرون هذيك يقول لك ولا زاد. كي تروح ليهم تماك يقول لك لا انا نبيع نورمال تاع المارشيات هما لهم يزيدوا. السلعه غلات بين رمضان برميل جور تاع رمضان سمعنا 15 يوم الاولانيين و15 يوم الله فان غلات بزاف يا ديفيرونس بزاف يا سيرتو هاد السمانه تاع لافان تاع رمضان هذا اللي غالي بزاف خويا. بدورهم التجار يرجعون الارتفاع الجنوني للاسعار الى عده اسباب. كاين اللي يشريو لهم هنا، كاين سلعه يشريو لهم، واحد يشري لهم هذه ما يسوقوش، كاين بزاف اللي ما يسوقوش. اللي يسوق اللي يسوق يبيع رخيص، اللي ما يسوقوش يريحوا هنا يجيبوا لهم سلعه الناس، يدي معاهم بورسونتاج، يزيدوا لهم بورسونتاج، نقولوا شي ب 3000 يبيع له ب 4000، هو يجي لهنا يزيد يزيد. الفلاح يمد السلعه للمونتاتير، المونتاتير هو اللي يتلاعب بالاسعار. ايه حتى الاحوال الجويه يلعبوا دور خو. تشوف كاين اللي يطلعوا شويه، كاين القرعه تطلع شويه، انا نقول لك اللفت اللي جا اللفت ما كاش. هذا العفسه هذه ستابيليزاسيون تاعها الناس تقنع. الثقافه هذه تاع المستهلك هذه ما عندناش. في ظل هذه الاسعار المرتفعه تحافظ اسواق الاسماك على منحنى اسعارها. في رمضان يتبدل سردين بركلي تاع رقيقه هكذا تولي 200000، الحوت يقعد نورمال ما يطلع ديما يقعد سومته. ومن بعد السردين في الفطار يولي مليون، مليون و200 1400 يولي 60 70. دوكا كيما السردين الرقيقه هكذا نبيعوا 25 20 ميل تاع القليه، خاطر ما ياكلوش في رمضان فاهمني، شربه وجوز هكا فاهم. دوكا ما انا في رمضان من بعد مول العيد ان شاء الله السردين لاتشيدا نورمال هكذا زعما نقولوا سردين نورمال هكا 60000 الكيلو. حنا نشروها 1300 1200، مش حنا اللي نبيعوا الغلا، هما يبيعوا هنا الغلا. تلهف المواطن بسبب عدم ثقته في المؤسسات المكلفة بضبط السوق وخوفه من الندرة ساهمت في جشع بعض التجار واحتكارهم للسلع في الشهر الكريم.